الشرط التاسع والأخير إزالة النجاسة. إزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن المكان الذي يراد الصلاة فيه. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي لإزالة النجاسة مما كان الصلاة. ومن أدلته أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بالصلاة ولم يعلم أن في نعليه قذر حتى نزل جبريل وأخبره فخلع نعليه وواصل في صلاته. فده في إزالة النجاسة. ومن هذا الحديث وغيره قال العلماء إذا لم يعلم المسلم بالنجاسة في ثوبه أو حذائه هو طاهر متوضي وأي حاجة، لكن في نجاسة في ثوبه أو في جزمته ما عرفه، ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها. خذوها من وين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة ومر جزء من الصلاة سواء كان بسيط أو كثير، حتى جاء جبريل فأخبره بأن في نعليه قذر وأمره بخلعها فخلعها وواصل الصلاة ولم يعد. ليه؟ لأنه ما كان يعلم. فالإنسان إذا ما كان يعلم إنه في نعله أو في ثوبه في شيء من النجاسة وصلى لحد ما انتهى ما بيعيد. ده في شرط إزالة النجاسة. أما شرط الطهارة، لأنه ده شرطي وده شرط، شرط الطهارة إذا صلى وما متطهر ما متوضي أو كان على جنابة نسى يغتسل أو نسى يتوضأ وصلى وتذكر بعد انتهت الصلاة لابد أن يعيد. عرفتوا الفرق يا جماعة؟ لابد أن يعيد.